والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. علمت مؤخرا أن هذا البحر الجميل يشتعل في بعض المحيطات، فما هو سبب اشتعال البحر بالنيران؟ وماذا يحدث داخل قاع البحر؟ البحر المشتعل. فسيروا على الأرض نطفئ النار بالماء، وقاع البحر يشتعل بالنار. إنها آية من آيات الله، ليعلم الإنسان أنه إعجاز الله الواحد القهار، صنع الله الذي أتقن كل شيء. Water and fire don't go together. Everybody knows that, I think. However, there are two places on the planet, not two single places, two geological environments, let's say, where we can have fire in the ocean. الحقيقة العلمية المهمة جدا التي يجب أن تظهر للجميع، وأن كانت سجلت عن طريق المراكز البحثية وعن طريق الغواصين وعن طريق أيضا الغواصات وأيضا عن طريق المجسات التي توضع في قيعان البحار، أن هنالك والمحيطات أن هنالك نار في وسط المحيط، وهذه النار هي نار ماجماتية ناتجة عن نشاط الماجما إلى أن تخرج إلى سطح الأرض وتسمى يعني تعمل تحدث في وسط المحيط. And methane seeps, methane emissions, natural methane seeps, where methane produced below the earth surface, either at sea or also on land, seep through faults and fractures to the surface, and for some reason it may catch on fire. أنا كنت أظن أن هذه الآية والبحر المسجور أن البحر المسجور يوم القيامة كما قال بعض المفسرون، وما كنت أتوقع أن هذا البحر المسجور موجود الآن في الدنيا. The presence of hot lava at the bottom of the ocean is more common than people normally think in the oceans. Everybody's familiar with the plate tectonics. The Earth's surface moves horizontally, mostly horizontally, because there are hot plumes of mantle, so molten rock coming from kilometers below the surface, breaking into the surface. And this happens below the continents, below the ocean, but it breaks the crust, causes a sinking of the crust and the opening of an ocean. هذه الأرض الابتدائية غمرت غمرا كاملا بالماء، لم تكن هناك يابسة. ثم شاءت إرادة الله أن يشق قاع هذا المحيط الغامر بثورة بركانية، وبدأت البراكين تلقي بحممها، فكونت حافة في وسط هذا المحيط الغامر. ومن غريب الأمر أن كل محيطات الأرض الحالية في وسط كل محيط منها هذه الحافة الوسطية، سموها The Mid Oceanic Ridge، الحافة في وسط المحيط. البحارة كلهم والسفن كلها لديها خرائط على وجود هذا خط النار في منتصف المحيطات حتى تتجنبه، حتى لا تحترق سفنهم أو تصدم به في المناطق التي خمدت فيها النيران. وأطول خط ناري موجود بين المحيط المتجمد الجنوبي شمالا باتجاه المحيط المتجمد الشمالي، وهذا هو وسط المحيط الأطلسي
نعم، فلذلك نجد أن النار دائمة لأن مصدرها ليس من الأعلى وأن من الأسفل من باطن الأرض، فما تطفئ النار تطفئ ما يصل إليها من ماجما، ولكن في جوف الأرض على عمق لغاية 700 كيلومتر لا تستطيع أن تصل الماء لتطفي هذه الماجما المشتعلة والصادرة إلى أعماق المحيطات. I think one of the best known places where you see a volcano interacting with seawater is on the Hawaiian Islands. There are some active volcanoes there with lava flows and actually lava emissions near the coast. You can also go visit these places and you see not really flames because lava doesn't burn. It's very hot. Lava can be 700 centigrade degrees. And when it gets in touch with water, it makes the water boil. So you have the red of the lava, the steam of the boiling water, and it appears like a fire. الماجما هي كلمة لاتينية معناها hot molten body أو silicate، اللي هو جسم ساخن حرارته أعلى من أي حرارة نعرفها، أكثر من 1200 وقد تصل إلى أكثر من ذلك. وهذه تتشكل في الستار العلوي اللي من صفر من هذا المكان إلى 700 كيلومتر في باطن الأرض. بعد البحث، البحار التي تتفجر منها البراكين والبحار التي تخرج لنا غاز الميثان هي الأقرب للقسم القرآني والبحر المسجور. لذلك أقسم ربنا تبارك وتعالى وهو الغني عن القسم، يعني ربنا تبارك وتعالى غني عن القسم لعباده، ولكن إذا جاءت الآية القرآنية الكريمة بصيغة القسم هذا من قبيل تنبيهنا إلى أهمية الأمر المقسم به وأهمية جواب القسم. The other source of fire I said is methane. So methane, you can find methane also 10 centimeters into the sand and the clays on the river mouth on the beach. You dig down into the sediments and the sediments will be light brown on top. When they become dark, very dark, probably there is methane generation. You see bubbles of methane from ponds, shallow water, lagoons, even say rice cultivations. It is very easy that methane is generated. So if you go and light these bubbles, probably you will see a flame almost everywhere in such coastal situations. And if you want to go offshore, there are some places offshore Chile in the Pacific Ocean where this happens, and people go there and they light these flames. Another interesting area is the Arctic. In the Arctic, so-called thermokarst lakes that occur in Siberia, also on near the coast, on coastal environments, there is a lot of organic matter, a lot of bacterial activity. Then this ice, these lakes become iced during the winter, and this methane is accumulated below the ice. So you can go there, break the ice, and light, and you will have a huge flame. It's actually dangerous to do. الإعجاز العلمي في هذا الموضوع هو كيف يبقى الماء ماء وتبقى النار نار. Yeah, this is a paradox, or may sound like a paradox, because water is normally used to extinguish fire. طبعا التفاعل بين الفاير ووتر الماء والماء والنار حاصل، فالنار القريبة على مستوى حرارة في الماجما، احنا نضع في درجة الحرارة 1200 درجة مئوية، وهذه 1200 درجة مئوية تعلو درجة غليان الماء المساوية ل 100 درجة ب 1100 درجة، فلذلك ان الماء المحيط تحول الى بخار. If you have a huge amount of heat like in a lava flow, then the water cannot decrease the temperature of this big mass of hot rock. So the temperature will remain very hot, so there will be steaming water. As I said, lava into the water doesn't produce flames.
فإذا هنالك متبخرات أو بخارات بالقرب من هذا النار، ولكن بعيدا عنه، لأن البحار في المتوسط عمقه يصل إلى 3 كيلومتر، وفي أخدود ماريانا يصل إلى تقريبا 9 كيلومتر. فإذا هذه لا تستطيع النار كلها تبخير الماء، ولكن على درجات نجد أن هنالك حرارة مرتفعة وأن هنالك بخار، وحسب قانون الانتقال الحراري ينتقل البخار الساخن إلى المناطق الباردة فيتكاثف ويعود ماء. الغريب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يركب البحر قط، فكيف يعرف البحر المسجور؟ وهذا دليل أنه الحق من عند الله سبحانه وتعالى. ليس بسحر أو جنون مبددا كل ظنون، يا قومنا لو تعقلون ما فيه من حق متين. ليس بسحر أو جنون مبددا كل الظنون، يا قومنا لو تعقلون ما فيه من حق متين. This is a vital process for the planet, for the earth system. Think that the amount of water, oceanic water, that is filtered through these mid-ocean ridges, so going down, heating up, coming up again, is larger than the global input of fresh water from rivers annually. هنالك 250 بركان مشتعل في الأرض، 250 انفجار بركاني في هذه اللحظة، وفي العادة على مدار العام لدينا 1000 بركان مشتعل. يسمي العلماء محيط المحيط الهادي، الدائرة المحيطة بالمحيط الهادي، سموها حلقة النيران، The Ring of Fire. ولذلك هذه المنطقة من أكثر مناطق الثورات البركانية، من أكثر مناطق الزلازل البركانية. ما كنت أتصور في يوم من الأيام أن هناك بحار مشتعلة. في كل يوم نكتشف شيء جديد في هذا الكون ونعتقد أننا أدركنا كل شيء، ولكن مع مرور الزمن ندرك أننا نجهل أمور كثيرة في هذا الكون، فلا يعلم ولا يدرك كل شيء إلا الله سبحانه. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قبل الأوان لا شيء كان، فلا زمان ولا مكان، فالله قال للكون كن شيئا فكان. تحلو الحياة إذا تفكرنا بآياتنا كحل رؤاك بكل ما صنعت يداك. هل صحيح؟ شنو سالم؟ هل يعقل أن يكون هذا البحر الكبير العميق؟ Thank you.